ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون سورة البقرة. تم بحمد الله ترميم وإصلاح مسجد غازي خسر بيك على نفقة حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة 12 ربيع الأول 1409. طبعا هذا ما شاء الله تبارك الله مكان الوضوء. شوف كيف يجلس الشخص ويبدأ يتوضأ. طبعا هذا مسجد قديم جدا من العهد العثماني. سبحان الله من العهد العثماني. جميل جدا ولكن باب المسجد مقفل. هذا الحرم الخاص بالمسجد وهذا السور الخاص بالمسجد العثماني. حتى الأرضيات قديمة جدا. طبعا هذه مقابر للمسلمين يرمز لها بالعمة وباللون الأبيض. هي الله أعلم إحنا ما نفتي في دين الله ولكن ما يفضل إنه يكون في ضريح أو يكون في مقابر بالقرب من المسجد. هذا السور الخارجي ما شاء الله تبارك الله للمسجد.